نتوجه بخالص تعازينا لكل اهالينا وكل يعني حبايبنا في المملكه المغربيه، طبعا يعني بنواسيهم في مصابهم الاليم بعد هذا الحدث الجلل، زلزال قوي يمكن ما عداش على يعني المملكه المغربيه من اكثر من 100 سنه، فالحقيقه كل التعازي للشعب المغرب الشقيق في ضحايا زلزال ضربوا يعني امس الاول، واكيد كل التضامن وكل المواساه للشعب المغربي وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين. بص انا تابعت بعض الفيديوهات، كلنا اكيد تابعنا بعض الفيديوهات، المشهد كان غير يعني او كان محزن بشكل كبير جدا، غير جيد تماما، وللاسف الشديد بيبقى في ضحايا كمان باعداد كبيره، مصابين باعداد اكبر، لكن كان في برضو يعني دعم كبير جدا من الشعب المغربي لبعض. وخلينا نتكلم الدعم الذاتي اللي بيكون من الداخل، ده رائع جدا. ومعانا خبر كمان هنعرضه لحضراتكم في نهايه الفقره الاولى، ونتكلم كمان عن دعم المنتخب المغربي ازاي هناك، اللعيبه وزي كره القدم برضو بيكون ليها روح مختلفه، بها تاثير كبير جدا، وزي ما بتقال القوى الناعمه بتؤثر كمان في الكوارث بشكل كبير، بيبقى ليها يعني زي ما تقول تفاعل ايجابي. فده اللي حصل، ويعني احنا اكيد بنعزي كل اهالي الضحايا، نتمنى ان ده لا يكرر مره ثانيه، لان انت حسب التوقعات اللي احنا شفناها الفترات اللي فاتت طبعا في الخبراء بتوع الزلازل والكوارث الطبيعيه وغيره، كانوا بيتوقعوا ان مش ده بس هيكون الزلزال فقط او الاوحد او الوحيد، لا هيمتد برضو لبعض الدول الاخرى، ده حسب ما سمعنا. الكلام ده صح او غلط ما نعرفش، بس نتمنى ان ده ما يكونش حقيقي طبعا، لان بتكون كارثه طبيعيه غير مرحب بها تماما يعني. فربنا يستر طبعا الفترة اللي جاية.